السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي موضوع مقسم لأكتر من نقطة، فأنا ممكن أجي هنا وأقول مثلا وورلد العالم، وبعد كده عايز أبدأ بقى أبدأ نقاط، فتلاقي هنا عندك النقاط أو عندك من خلال الأرقام، وتقدر تدخل هنا من خلال السهم تشوف إن أنت ممكن مثلا تعملهم بالشكل دوت أو أي شكل من الأشكال اللي موجودة هنا، أو ممكن حتى تدخل هنا مور وتبدأ تختار طريقة معينة للترقيم، حتى ممكن تخليها أبدا سجح أو أبجد هو تحط كلمون زي ما أنت عايز. وفي ليفلات، يعني أول ليفل مثلا ممكن يكون حرف الـ A، وليفل 2 مثلا هيبقى هو أرقام، ورقم 3 ممكن تخليها أي حاجة أنت عايزها. مثلا هقول له مثلا Egypt، ونقول له Iraq، ونقول له سعودية. طبعا هو حط لي العلامة، انا فرحان هو حط لي العلامة دي لان دي فكرة كويسة. لو انا جيت هنا ودوس رايت كليك بيبدأ يجيب لي التصحيح للكلمات ديت، ان هي المفروض مثلا تبقى بحرف الكابيتال لان دي اسماء دول مثلا، تمام. او بتختار مثلا هكتبها بأي طريقة، او ممكن تقول له اجنور او اجنور اول وهكذا.